يعيش بين الذكريات، يستذكر ويروي مسيرة حياة تكللت بنجاح نالت القساوة منه منالها، طفولة قاسية أجبر على عيشها بعمر لا يتجاوز 11 أضفت على شخصيته صلابة بانت جلية في نجاحه. زهراب ماركريان الذي ولد في العام 1974 في عمان وسكن منطقة سيل عمان، بدأ حياته المهنية بحرفة الخياطة ثم موسيقياً، انتهاءً بمهنة التصوير التي وضعته على طريق النجاح. امتهن زهراب التصوير للاقتراب من جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، وكله أمل بأن يتحقق حلم حياته بأن يكون المصور الخاص لجلالة الملك الراحل والقصر الملكي الخاص. تجسد حلمه واقعاً ليصبح المصور الخاص للعائلة الهاشمية عندما حصد المركز الأول في مسابقة لتصوير زهور البرية في الأردن أقيمت تحت رعاية الملكة الراحلة علياء. تحولت حياة زهراب منذ تلك اللحظة إلى مسيرة حافلة وثق من خلال صوره فيها أجمل وأعظم لحظات في حياة ومسيرة الحسين الباني والملك الحكيم ورجل العائلة المحب. نما حب الحسين في روح زهراب الذي أمضى 22 عاماً في القصر الملكي، رأى فيهم ملكاً وأباً وأخاً وأستاذاً، تعلم منه التسامح والمحبة والثقة بالنفس والرضا. رحم الله جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وأطال الله في عمر جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والأسرة الهاشمية والأردنية الواحدة. لبرنامج خارج منطقة التغطية مع هاني البدري، عمرو التعمري، عمان تي في.